السلام عليكم، اهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد من وصفات وريفيوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض رموش ست، وصفه يعني اكتر بتعمل في رمضان، بس وصفه سهله وبسيطه خالص فيها تكات كده، بس عشان تكون معاك كويسه، وصفه ناجحه معاكم ان شاء الله من اول مره، ومقاديرها متوفره يعني مش صعبه. هي مقاديرها كتير بس مش صعبه. يعني انا عندي هنا مثلا المقادير، يعني عندي 2 كوباية دقيق، عندي ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، مش اكتر من كده، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، 2 كوباية دقيق، نص كوبايه سميد اللي هو السيمولينا اللي هو الدقيق بتاع البسبوسه، خلاص. عندي 2 كبار لبن باودر، ممكن استغنى عنهم لكن بيدوا طعم حلو ولون حلو. عندي كمان نص كوبايه سكر باودر، عندي 1 كوباية سمنه على زيت، يعني انا حاطط نص سمنه ونص زيت، ما تزيدش، يعني نص سمنه ونص زيت الاثنين على بعض، بس ما نزودش زيت عن السمنه، خلاص. وعندي بيضتين، انا هنا حطيت البيضه مع البياض، يعني حطيت بيضه وبياض بيضه، وهنا حطيت الصفار بتاعها مع طبعا فانيلا عشان طبعا ندهن بيه الوش، وده اللي هنحطه جوه العجينه. اول حاجه هعملها عشان ادي اللون الحلو والطعم للرموش بتاعتي، هعمل ايه؟ اول حاجه هاخد اللبن البودره ده واحطه كده عشان احمصه على النار. هو مش لازم يتحمص، يعني انا جربت قبل كده مش لازم ان احنا نحمصه، بس يعني لما بيتحمص بيدي لون حلو وكمان طعم حلو. النار هاديه خالص وبقلب على طول، هياخد معانا اقل من دقيقه، مش هيكمل دقيقه. طبعا الوصفه دي طبعا بيتعملها طبعا شربات، بيبقى شربات خفيف، بيبقى مثلا 1 كوباية سكر عليها 1 كوباية ميه، خلاص. اهم حاجه اللي موجوده ده يا جماعه ما يتحرقش، لازم اقلب فيه كده ايه على طول باستمرار. شوف ازاي ما يلحقش ان هو يلون معايا جامد. النار واطية خالص، بص طبعا بدأ طبعا ان هو يغمق. بص يا جماعة هو كده كويس معايا لونه، يعني اغمق، يعني بقى زي ما انتوا شايفين كده غامق شوية، بس هو ده كده اللي انا عايزه. احطه بقى كده في الطبق عشان طبعا ايه ما ياخدش معايا حرارة اكتر من كده. هجيب طبق عادي، خلاص، هبدأ ان انا احط فيه الزبدة والزيت والسكر البودر. بسم الله الرحمن الرحيم، حط كده زبدة مع الزيت، سكر البودرة، ونحط كمان البيضة وبياض البيضة. نقلب كويس قوي المقادير دي كده مع بعض، دي سهلة قوي. تمام، يبقى قلبنا كويس قوي البيضة وبياض البيضة مع الفانيليا مع السكر مع الزيت والزبدة. هحط بقى عليهم ايه؟ الدقيق، 2 كوباية دقيق. نشيل الأول بس المضرب، نحط عليهم بقى الدقيق اللي هما 2 كوباية دقيق، والبيكنج باودر ربع معلقة صغيرة، والسميد، ونقلب كل المقادير دي مع بعض، وكمان اللبن الباودر كنت هنساه، 2 معلقة بس كبار لبن باودر. والعجينة لونها عامل ازاي؟ لونها بني ازاي؟ ده علشان اللبن البودر احنا حمصناه. لو حطينا لبن البودر من غير تحميص مش هيدي بقى اللون اللي انتم شايفينه اللي هو اللون الغامق شوية ده. تمام؟ خلاص، انا بس دلوقتي بقلب بس كده دي وادخله كويس جوه المقادير اللي كانت معاه في الاول. هجيب بقى صينية والفرن السخن عشان نبتدي ان احنا بقى نشكلها. بصوا مش بتلزق فيه ازاي؟ بس طرية جدا اهي، يعني اعرف ان انا اشكلها. بصوا لو جيت عملت كده تشكل معايا تاخد الشكل، بس يبقى كده تمام. عندي صينيه مدهونه، معلش، ده اللي هو الصفار البيضه اللي هو مع الفانيليا، خلاص، اللي اتبقى معانا من الاول. هعمله كده بس عشان بس ندهن بيه ايه الوش، بيديها لون حلو جدا مع الفانيليا. ممكن كمان احط شويه خل لو انتوا عايزين الزفاره ما تبانش خالص. انا طبعا حاطط فانيليا كتير عشان كده مش هحط خل، لكن انتوا ممكن تحطوا خل لو مش عايزين زفاره خالص، او يعني خايفين من صفار البيض. تعملها ازاي؟ هناخد كوره، هناخد قطعه عجينه نعملها كوره كده، وبعدين نروح فردناها كده حاجه بسيطه، نروح جايين من الجنب عاملين كده وعاملين كده، نروح فاردين من فوق بس،
بقيت معانا بالشكل ده، نروح حاطينها. دي مسافات صغيرة، هي مش بتفرش، انما هي حجمها بيكبر شوية، بيزيد سنة، فعشان كده هتلاقي ايه مسافات. خلاص بعمل بقى طبعا كل كمية كده وبدخلها فرن. فرن طبعا كنت طبعا مسخنه من قبل كده على حرارة 180، بياخد يعني تقريبا من ايه ده 10 دقايق لتلت ساعة. يعني انا عملته قبل كده اخد معايا 10 دقايق، لا ربع ساعة، ومرة قبل كده اخد معايا 10 دقايق. فعلى حسب، على حسب الفرن سخن دافي عالي متوسط كده، بس هو المفروض الفرن يكون على حرارة 180. خلاص وندخل بقى فيه كل الكمية. قبل ما ادخله الفرن هدهن الوش بصفار البيض. بصوا كده يا جماعة، خلصت كل الكمية اللي كانت عندي معايا بقى الصفار البيض، وهبتدي ادهن بيه كده الوش. هيديها لون حلو قوي لما اشغل عليها الشواية. بتخش الفرن بتاخد زي ما قلت لكم من 10 دقايق لتلت ساعة، حسب حسب الفرن سخن وحسب حرارته كام. انا هنا مشغل الفرن من اول ما بدأت ان انا اشكلها، شغلت الفرن عشان الفرن يكون سخن جدا. هدخلها الفرن وراها لكم ان شاء الله. دخلتها الفرن، اخدت معايا بالظبط ربع ساعة، وشغلت عليها شوية كمان 3 دقايق. طلعت من الفرن الحتة دي يا جماعة معيش صورتها، بس يعني ما تسجلتش. اديتها شربات سخن، شربات سخن، عملت كوباية سكر عليها كوباية مية وحطيتهم عليها وغطيتها لحد ما شربت الشربات خالص. بصوا من جوه شربة الشربات جدا ازاي، لونها من بره الصفار البيض ملوش يا جماعة اي ريحة خالص، وعطيها لون حلو جدا 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 من بره، وطعمها بجد تحفة جدا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو الفيديو عجبكم من فضلكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.